فت علوش علقت علقت هنا. لك لا 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 هو اللي يديه هواية يروح يقمز عليه. باعو راح يتغير، ايش راح يصير؟ اوه ماي جاد. هي هي باع منك طريق. اوه لك 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 الماب مشكلة يا سكوبرا. شنو اراد 20 لاعب مو 10 والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ وياكم علي العراقي. واخيرا تحديث الزومبي نزل للعبة كود موبايل. طبعا هنا مكتوب بالبداية سيزون 2 راح يبدأ يوم 25/11. وفق طبعا هاي بالبداية العرض الرسمي او التريلر نقول مال زومبي. الواجهة الجديدة راسوا نظرة كاملة على التحديث، منها الاضافات مال الثلج والزومبي والمودات والاسلحه و و الى اخره. طبعا هنا أنا الواجهه تغيرت، الموسيقى تغيرت، هناك تشالنج هم ينا مسوين بها عروض بالبدايه مال الزومبي. بس دقيقه خلنا نبدا، بعدني هستون بديت يا شباب. فان العروض مال الزومبي اللي هي هنا أنا مثلا شنو مجرد ميداليات تحصل بها مسدسات ما شنو طوني فنتك. هناك عروض هم يعني تجمع نقاط، 100 نقطة يعطيك ام 16 يا اخي. اسوأ مو اسوأ سلاح قوي، بس يا اخي ما مرغوب هواي، حاطين دائما سلاح سيء يعني دائما سكنات له هواية. الام 16 رهيبة كلش قوية، تطق وتقتل واحد تطق وتقتل واحد. السيزون 1 بعد ما منتهي راح ينتهي 24 مو 24 ويبدأ 25 الموسم الثاني. المتجر حاطين بيه عروض جديدة، عندك منها الأسلحة والأسلحة الملونة الغريبة والعروض البقية يعني نلقيها هنا بالصناديق. اللي هو هذا السلاح الجديد للآي سي آر 1 دارك بيتر، أظن بي كيل مسج والأسلحة البقية هم يعني الحبيب أبو الطلقة واحدة. صندوق الآخر بي دي دبليو، يمكن سلاح جديد أتوقع هذا الشيء، هذا قديم بقية قديمات. قاذفة والقناص القديم. بعد عندنا هذا آخر شيء الجديد، الزي مال الشرطي. عندنا الزي مال الشرطي هم ينا صندوق مكتوب هنا لي فوق 57 دي 57 دي يعني 57 دي. عندنا هنا صندوق مال الشرطي، عندي 55 خل اسحب والله أول سحبة نقول يا الله هسه ولا يطلع لنا الشرطي. هذا اللون لان هي سكنات جديدة. اوكي هاي البداية عبارة عن سكنات، طبعا احنا اعطاني نقطة لين شحنت. اوه ما هذا قناصة بالطلقة لو هذا، لا والله عبالي هذا بالطلقة خراب والله فزيت. اعطوني هذا القناص لين 21 3 دي خراب انه دا اقول هو موجود بالصناديق يعطوك اياه مؤقتا، يعطونا اياه مؤقتا ماشي. اوكي اذا ندخل المالتي بلاير ونشوف عندنا الخرائط الماب، طبعا كل نقاط وايد يعطونا هاي فعاليات. وين الخرائط؟ ها هي، هذا هو الماب الجديد مال الثلج. بس احنا عندنا اهم شيء اليوم مود الزومبي، التحديث مال مود الزومبي، خلينا نجرب. طبعا ادخل على مود الزومبي، بالبداية يطلع لك يشرح لك اول ما شغلت اللعبة يشرح لي يعني شلون تلعب، شنو الاسلحة، شنو الطور، هاي السوالف. اوكي عندك هنا أنا جوائز الاي اس ام 10 حلو والاي كي اس. فهنا شنو الموجود؟ عندك النورمال، عندك الهارد، وعندك السيرفايفر. حلو بيها هواي مودات. راح ناخذ هذا الاول واحد النورمال. طبعا الانترنت سيء جدا، لو اقدر كان سويت بث مباشر بس صعبه موسي. اوكي ليش التحكم فيطي مو فيطي يعني في الشاشه بالقوه تفتر عندي.
لا لازم استدعي البوب. اي شو لازم عندي نقاط، لازم عندي 700 نقطة هنا. شنو الفيلم؟ اوبن دور، ما اريد افتح هسه الباب. اوكي بدأوا يجون. طبعا هنا يمكن الايكون مال السلاح 500، انا عندي 750 ليكي. اوكي طون هاي ليكي يس. شاشة جوي بس عارف التحكم هذا شي خراب. لك شنو اول زومبي؟ تعال. ايوه اول زومبي اقتله. اوكي لا تحسبون، هذا الثاني بس لا تحسبون. اوكي هنا انا يقول لك اوبن دور، اقدر افتح الباب. با 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 انسحق من النت. هنا شنو 500 شحين؟ طيب علاج وين حبيب؟ بعد علق. اوكي بيلدينج بيلدينج، لازم واحد يبنيها هاي، لازم واحد يسدها. كنا عربانة يمكن مال شراء اللي هي هاي 500 ينطيك جائزة يعني سلوب لي. خلنا نشوف شو طاني فلوس بيك اب ولا طاني ذهب. اوكي اوبن ب10000، اقدر افتحها بس خلنا نشوف شكو بعد. بعدهم جماعتي هنا ما اقدر اوقفهم. اوكي هاي فلوس. هل طلعنا الاجواء الخارجية؟ والله بالستشن كتلتي حلو قوية قوية. ايش مطلوب هسه من عندنا شنو؟ نيكست راوند، الجولة الخامسة يمكن. ايييي ده احسبوني صار ضباب اكثر. اوكي راح يزيدون، راح يصيرون اقوى واسرع. ووحوش جديدة نزلت، زومبي الكلاب. لك دور ينفجرون من تقتلهم. ويلي افرت علوش، القت القت هنا. لك لا 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 بس لو مين ينفجر واحد ياثر عليهم على البقية. اخذ الصندوق، هذا مصاب لازم تساعده. حلو الحلو انه تقدر تساعده يعني مثل باتل فيلد هيك حلوة. جوي حبيب. اوه هرب فليت. لا 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 يا معودين. مساعدة محتاج مساعدة. اوكي ويتين اكو فري، اقدر ارجع مرة واحدة. حلو اريد غير سلاح. ألف الجولة الأخيرة بدأت. خوش صورة هنا سوينا. شو هذول؟ بالراس موت. ناشر خلينا نفتح الصندوق. قناص نو 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 ثانك يو. احنا حنروح له لو هو يجينا، احنا نروح له يمكن. اي روح اوكي باوع. ايش حيصير هنا؟ هذا حينعلس. خطيه خطيه. والله العرض رهيب، العرض مال الزومبي هاي السوالف كلش حلوة.
حبيتي. يلا تعال. اوه لك هذا جعلي شو بس انا هنا هذا وراي بعد وراي حول لي غاد هسه حول لي غاد شنو الزومبي هنا اكو عود لا يموتوا بسهولة اوكي اوكي ما اعرف ما اعرف شو قام يذب اشباح ويا جو 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 بعد وراي ايوه انا اسف جبت ايامكم اوه فليت اتشلم اي يمكن راح هسه هو اللي يذيه هوايه يروح يقمز عليه باعو راح يتغير ايش راح يصير اوه اوه ماي جاد لك طب وجولك الاقرب هاي لك فتشي عبالك تنين طلع انه مو لا 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 هاي هاي لازم تكسر ذني ما اعرف طاقه مالتي ما ادري شنو انه بطيئين بالحركه بس دمهم اقوى طبعا هذا الجيم بلاي يمكن راح اسوي فيديو احد مثل ما قلت لك لا لك هذا ضربني هذا هاي كان ايدينات زين انطلق بيه يخلص هنا انفينيتي حلو ايوه يلا ترى حيموت حيموت ايوه اخيرا يا اخي مو كيج متعب متعب مود يموت هذا المود العادي بعد اكل مود الصعب والمود البقاء على قيد الحياة راح اسويه على شكل فيديوهات ثلاثية ثلاثية اي كل فيديو كل مود الى فيديو خاص ايه هذا 57 هذا 8 وهذا 70 جيد مثل القطع الجماحة حتى يفتح سلاح اظن هذا الشي يعني رايت اسمه النورمال مود نسميه كل هارد كور وكو السيرفايفل فجربنا هذا المود بعدين جرب المود الاخر راح ناخذها من لقطه صغيره طبعا الفيديو ذاك راح نشره مود الزومبي راح نشره في فيديو واحد اوكي شباب اتمنى عجبكم المود مال الزومبي لا تنسوا باللايك طق طقنا بلايك هسه راح نجرب المود او التحديث مال الثلج طاري ما طبعا هنا سريسة وين بابا الخفوية بالمود مال زومبي الحركة كلش بطيئة ها شباب تسمعون والله الماب كبير شنو هاي باب كم فتحة كم مدخل كم ممر ابو مال خمسة راد اكثر دول كلهم هنا بس دول ثلاثة هنا ثلاثة والرابع ماتوا كان اللي غاد ما بضخم باعوه باع المسافة يعني سموه هناك بالزاوية ترى ما بضخم يس كواد قريب كواد قريب كواد قريب لباكو شباب واحد يمنا هنا ياتي 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 هذا الثاني واحد الاخر الماب يدوخ مفتوح من كل الجهات اي هي باب هناك طريق او لك 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 وين رحت لا تقول لي صعد بهاي لا تقول لي تشغلها وتمشي قرب الماب ضخم ها الو 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 اي كيف حمد زيادة؟ تخبل بس ثقيلة ثقيلة هو انا سمعت اقول لك قوية هي ليكي بس ثقيلة يعني حركة بطيئة مال لاعب تصير هذا واحد لكن ما بيدوخ الماب مشكلة يا سكوبرا شنو اراد 20 لاعب مو 10
والله ايه ده صحيح. لا خلي كنا في سوريا يعني حتى نقدر مشكلة ما يطلع واحد واحد. بس انا بعرف يعني بمداخل ما تبعت وممرات هواي. مو هذا مو هذا ران قاعد لا عادي ايه لانه ممكن كلهم بوتات، هو واحد دا يجرب. ايه وراي كلهم هنا. اكو ماي مشكلة هاي الواحد يضيع ايه يعني يموت يضيع مات هاي. تمام زين زين هاي.